السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في القناة ديالي افكار وحية مع هدى. الا كنتو اول مرة كتشوفوا القناة ديالي، ما تنساوش تشاركوا معنا وخليو لنا واحد لايك وكومونتير، وبيان سور شاركوا الفيديو مع احبابكم وصحابكم الى عجبكم الفيديو. اليوم راكم معايا في فيديو جديد او روتين جديد. غادي نوريكم ان شاء الله شي حويجات اللي درت في هذا النهار، باش كنحاولوا نتفاداو الملل، باش كنحاولوا نتادابطوا مع هذه الوضعيه اللي حنا فيها. الحمد لله الصراحه بدينا كنولفوا الدار، زعما ماشي مابقاش كيف ما في الاول. في الاول اللي كنا شويه كنحسوا بديك القنطه والخنقه هكا بالدار، ولكن دابا الحمد لله بدينا كنتاقلموا مع الوضع. كيف ما شفتوا بديت بالنهار ديالي، ديجا راه حنا دابا فطرنا ودرت الكوزينه باش نطرف هكا شويه ونقيو شويه الدار. نستغلوا الوقت زعما ديالنا. صافي غادي نجمع هنايا غير هاد المواعن كانوا بقاو ليا، قررت كل حاجه لبلاصتها. الا لاحظتوا ان صراحه من النوع اللي كيعجبني البوطاجي يبقى خاوي، فريمون ما كنحملش دوك المواعن يبقاو وبزاف الحوايج يعمروا الكوزينه، حيت كيبان لي داكشي كيجي شويه مشارجي وانا ما تيعجبنيش هكاك. دونك ديت هذيك الشبكه ديال المواعن اللي لاحظتوا راه دايره انا غير صغيره، ما دايرهاش كاع شي شبكه كبيره باش هكا ما نعرمش عليا المواعن بزاف. وكنحاول منين نسالي منها، يعني منين نغسل المواعن ونكمل ونرد كل حاجه لبلاصتها، كنحاول نحيدها ونخليها كتسقطر، ما كنخليهاش حتى هي كاع فوق البوطاجي. صافي هنا كانت قاده ليا السكر، غادي ندوز نعمر هاد القريعه هادي بالسكر، نحاول نرد كل حاجه لبلاصتها، داكشي اللي فطرنا فيه. واحد الحريشات كنت وجدتهم صراحه ما شاركتهمش معاكم، دابا نعاود ان شاء الله نعاود مره اخرى نديرهم ونشاركهم معاكم هكا في القناه. هما كيجيو صراحه زوينين، ساهلين، اقتصاديين. انا صراحه تعجبوني زعما الوصفات اللي هكا نعطيكم، نعطيكم شي حاجه اللي بسيطه، يعني شي حاجه اللي ما تاخذش لكم الوقت بزاف والمجهود، وحتى في المكونات ديالها والمقادير تكون شي حاجه اللي متوفره عند كلشي. صراحه هادشي اللي كنحاول نعتمد عليه، وكنتمنى انني نكون زعما ديما عند حسن الظن ديالكم. بالنسبه لليوم راه كما قلت لكم راني فطرت سلقت لي بات، غادي ندور نوجد واحد المشروب زوين صراحه، بحال ديتوكس، بحال كيعاون البشره. غادي نوريكم شنو غادي ندير فيه. بالنسبه لهذا المشروب هذا اللي غنقدم لكم اليوم، فاحنا غادي نحتاجو فيه خياره، ليمونه وحامضه. الا ما عندكمش الحامض تقدروا ديروا غير الليمون بوحديته، والا ما عندكمش الليمون تقدروا ديروا تكتفيو غير بالحامض، يعني داكشي اللي عندكم غادي توجدوا به. انا هنايا راه درت الماء ديالي يغلي، كنحتاجو تقريبا اترونس ديال الماء. دست هنايا باش قشرت الخيار اللي عندي، غادي نقطعو هكا غير دي مخصوص غير ورين، وغادي نشد هذاك الحامض ديالي حتى هو غادي نقطعو دي مخصوص، وغادي نعصر الليمونه. الحامض راه تقدروا تعصروه اولا ديروه هكا غير دوائر وديروه حتى هو في المشروب. هذا المشروب صراحه المنافع ديالو كثيره، فهو كيتعتبر بحال ديتوكس، يعني كينقي لكم الدهون ديالكم من دوك السموم اللي تيكونوا فيها. بالنسبه للناس اللي كيتبعوها كريجيم ولا شي حاجه فهو زوين. كنصاوبو انا صراحه مره كنحطوها هكا في الدار، كنكون هكا دايزه فين ما نكون داخله الكوزينه كنكب هكا كويس، شي حاجه اللي زوينه يعني، راه الا ما نفعكم ما غاديش يضركم. صافي هنايا كما شفتوا غادي ندوز نعصر الليمون ديالي، غير ليمونه وحده غادي نعصرها غير هكا فيت في، وغادي نزيدها على داكشي اللي قررت هنايا الخيار وهذا والحامض. صافي وغادي نخلي الماء ديالي يغلي مزيان، ضروري الماء تخليوه حتى يتغلى باش يكون عندكم الماء طايب. صافي وغادي تكبوه نيشان على داك الخليط اللي عندكم، وخليوه من الاحسن بحال دابا مثلا انا كنصاوبو غالبا هكا في العشيه كنخليه يبات حتى كيبرد على خاطرو، والغد اللي عاد كنبقى نشرب فيه، يعني كندوز هكا النهار كنشربو، ما كنحش الصراحه كاع كنحش بديك الكميه كاع حتى كنلقى راسي سالسه. صافي الغد اللي ثاني كنعاون نصاوب. وما كاينش غير هذا، راه كاين بزاف ديال الديتوكس، كل مره ان شاء الله غادي نبقى نوريكم هكا واحد شي حاجه اللي كتنفع زوينه وضروري بالنسبه للناس اللي بغاو ينقصوا هكا في الوزن، راه حتى هو كينفع. ولكن نقصوا الوزن ما ديروش الوصفه اللي غادي ندير دابا شويه، غادي نوريكم لحقاش فيها الفرماج، فيها لي بات، هذيك شويه كتزيد في السعرات الحراريه، ولكن ماشي مشكل، حنا ما عندنا ما نديرو. دابا حنا جالسين في الدار كنديرو الشيوات، نديرو اي حاجه بغاتها لنا خاطرنا، حنا كنديرو هاد الايامات. صافي كما قلت لكم كنخليه حتى كيبرد تماما، حتى الغد اللي عاد غادي نبدا نشربو حتى يبرد، وحتى يطلقوا ليا فيه ديك العناصر كاملين. ودابا غادي ندوز باش نحضر معكم واحد الوصفه كتجي صراحه زوينه حتى هي وبنينه. غادي نديرو لي بات بلاصوص بلونش، وغادي نديروهم بحال شكل ديال غاطا في الفران. دونك غادي نحتاجو لهاد الوصفه هادي،
بالنسبه للمقادير انا غادي نقول لكم كل حاجه منين نبدا نصاوب، وانا كنقول لكم في المقادير. هنايا لاصوص بيشاميل كاين الناس اللي كيعرفوا يصاوبوها، يعني ما غاديش يحتاجوا كاع هاد لا بارتي هادي، ولكن كاين الناس ما كيعرفوش، داكشي علاش انا بغيت نوريهم كيفاش كتحضر. بالنسبه لهنا يعني الكاسرونه درت فيها 2 معالق ديال الفورص، غادي نزيد عليها معلقه كبيره ديال الزبده كما شفتوا. صافي، وغادي نديرهم مباشره يذوبوا ليا فوق البوطه، وغادي نبقى نزيد الحليب تدريجيا بشويه بشويه. غادي نزيد هنايا شي شويه ديال البزار، شي شويه ديال الملحه، والكوزه غادي نحكها، نحاول نحك الكوزه حيت راه كتعطي واحد النسمه زوينه لاصوص بيشاميل. هي كتجي زوينه يعني كما درتو لها، ولكن هاد الكوزه سبحان الله العظيم كتزيدها واحد النغيزه في البنه. صافي، كما قلت لكم هنايا كما شفتوا دابت لي هذيك الزبيده مع الدقيق. كنبقى نزيد هنا تدريجيا بالحليب، حاولوا الحليب ما ديروش دقه واحده، حيت درتو دقه واحده يجرى لكم هذاك الخليط كيجيك صعيب باش تعاودي عقاد عاوتاني. كتبقاو تزيدوا غير بشويه بشويه، فين ما كيبان لكم الخليط بدا كيتجمع كتزيدوا شويه ديال الدقيق. وما تخافوش من دوك الكويرات اللي كيبانوا لكم، هادوك من بعد راه ماشي مشكل، غادي نكون ندوزو كلشي في الطحانه، ما غاديش يبقى يبان نهائيا. هنايا عندي انا هاد الفخوماج فخي راه داير بحال الجبن تقريبا، تاخذوا هذا ولا هانتوما. شوفوا انا نوريكم الطريقه وانتوما كيبقى لكم على حسب شنو متوفر عندكم في الدار. انا الا ما عنديش كندير غير فرماج مثلت، كنزيد شي جوج بحال هكداك، ما عنديش كندير فخوماج كاغي او لا فرماج مربعات، المهم اللي كان كتقضيو به. انا هذا كان عندي متوفر، داكشي علاش درتو. صافي، غادي ندوز هنايا، غادي نميكسي هادشي كامل باش يعطيني داك، تجيني بحال اون كريم، فهمتوا يعني هادشي اللي بغيت انا. غادي ندوز دابا نطحنهم مزيان تي يتخلطوا مع بعضياتهم. هانتوما كيف ما كتلاحظوا هنايا راه كيولي عندي بحال اون كريم، كتجي ديك لاصوص بيشاميل مع ديك الفخوماج اللي زدنا عليها كتجي زوينه. كنحطوها هنايا دو كوتي. هنا غادي نشد ديك لي بات ديالي. هنا انا استعملت هاد لي بات هادو اللي دايرين بحال هكا، اللي كنقول لهم روسول ولا فيساس ولا كل واحد شنو تايكل ليهم. عندي هنا تقريبا 6 كيلو اللي سلقت، انا ما غاديش ندير الكميه كلها، غنحاول ندير غير لابارتي اللي غادي تخصني، ولا بارتي الاخرى راه خليتها نديرها بلاصوص طوماط ولا المهم ديك الساعه غادي نشوف شنو ندير بها. بالنسبه لهاد الوصفات هكا ديال لي بات، راه كاين بزاف ديال الوصفات، حتى سباكيتي حتى هي كنديرها بالكفته وبلاصوص طوماط كنديرو على شكل غاطا. المهم ان شاء الله كل مره نبقى ندير لكم وصفه. صافي، هنايا شديت عندي هنايا الطون هاد بيسكاد، انا هذا هو اللي كان عندي. الا ما كانش عندكم ديروا ايزابيل ولا ديروا لوكوس ولا اي شكل ديال الطون عندكم. غادي نحاول غير نصفي شي شويه من الزيت، وخا لقيتو بصراحه هاد الطون لقيتو بحال مفرتس بزاف، جاني صعيب نصفيه، ماشي بحال هكا كتلقاي ديك الزيت ديالو كتكون معزوله من الفوق دغيا كتحيديها، ولكن ماشي مشكل غادي نحاول معاه. غادي نزيدو على هاد لي بات ديالي. لي بات راني سلقتهم شي ساعه تقريبا قبل، وصفيتهم من الماء ديالهم وخليتهم حتى كيبردوا. صافي، غادي نضيف عليهم هاد الطون ديالي، ومن بعد غادي نزيد ديك لاصوص بيشاميل اللي صاوبنا. لاصوص بيشاميل انا ما غاديش نديرها كلها، غادي نقسمها على جوج، النص غادي نخلطو مع هاد لي بات هادو اللي كتشوفوا، والنص الاخر غنخليه حتى نبغي ندير لي بات ديالي في المول، وغادي نديرهم من الفوق باش هكا يتحمروا ليا في الفران. صافي، حاولوا تحركوا مزيان داكشي. انا هنا اللي بغى يزيد هكا شويه البزار ولا شويه الملحه، انا ما غادي نزيد حتى شي حاجه، لان ديجا راه لي بات سلقتهم في الملحه، ديجا الطون حتى هو مالح، ديجا يعني حتى هذا حتى لاصوص بيشاميل حتى هي راه فيها الملحه، دونك ما كاينلاش. نتوما الا بغيتوا تزيدوا هكا شي شويه البزار ولا شويه الملحه، حاولوا تذوقوا لي بات ديالكم بعد ما تخلطوهم مزيان. الا جاكم ناقصه فيهم هكا شي حاجه تقدروا تزيدوا.
كيبقى داكشي على حسب الذوق ديالكم. انا بالنسبه لي هكا راه كانوا مزيانين. صافي غادي نسمر هكا في التحريك وغادي نشعل الفران. انا ديجا شعلته هنايا، خليته يسخن، حاولوا تشعلوه من الفوق ومن التحت، خليوه يسخن مزيان. وصافي غادي ندوز باش ندير لي بات ديالي. بعد ما زدت لهم هنا شي شويه ديال القزبر ومعدنوس، انا صراحه تيعجبني. هتلاحظوا دابا اي حاجه كنطيبها اي حاجه كيما بغات تكون، واخا تكون غير شي شليضه بسيطه، خصني نزيد لها شي شويه ديال القزبر ومعدنوس. ما عرفتش كتعجبني ديك النسمه ديالو في الماكله، وصراحه تيعطي نسمه، تيعطي واحد لوكو زوين. هنايا كما كتلاحظوا راني خديت هذاك المول ديالي، دهنتو شي شويه بالزبده، ماشي بزاف، غير شويه هكا باش ما تلصقش لكم لي بات من تحت. صافي وغادي ندوز نفرغ هذاك الخليط ديال لي بات. شاد لي بات تاكلهم غير هكا كيجيو واعرين، كيجيو بنان، ولكن هنا بغيتهم يجيو هكا في الفران، كيجيو كيعطيو واحد المنظر اخر على التالي. صافي كما شفتوا راني عندي الفرماج حمر حكيته، ديجا هو وجدتو. غادي نفرغ هادشي اللي عندي هنا كامل في المول، وغادي ندير من الفوق هذاك الفرماج حمر، وغادي ندخلهم الفران. يبقاو تقريبا غادي نقول لكم واحد 20 دقيقة هكاك، حتى 25، على حساب عينكم ميزانكم، على حساب الفران ديالكم. زعما شحال غادي ياخد لكم ديال الوقت، على حساب كل فران. هنايا غادي نزيد ديك لاصوص بيشاميل اللي بقات ليا، اللي قلت لكم غادي نخليها باش نزيدها من الفوق. صافي كنفرغها حتى هي فوق من الخليط. واحد الملاحظه، الا جاتكم هاد لاصوص هادي اللي بقات لكم بحال بدات كتجمع، غتزيدوا لها غير شي شويه ديال الحليب. هادشي اللي درت انا، حيت منين بقات ليا بما وجد داكشي الاخر بحال شي شويه قصاحت، زدت غير شويه ديال الحليب وحركتها، راه كترجع زعما كما كانت. كما قلت لكم غير الفران غادي تشعلوه من الفوق ومن التحت غير تيسخن، ومن بعد تطفيوه الفوق، تدخلوا الكغاتان ديالكم يشد لكم شي شويه من التحت، وعاد تشعلوا الفوق ديك الساعه باش يتحمر. هو غالبا راه ما غير بما يذوب لكم فرماج ويتحمر، لان العناصر كلها اللي شفتو راها طيبه وواجده، خاصها غير تحمر. صافي هادشي اللي كاين، غادي ندير الكغاتان ديالي يتحمر، وغادي ندوز نجمع ديك الزوينه ونتلاقى معكم. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال لي بات ديالنا، كيجيو صراحه زوينين. خلو حتى يتحمر داك الفرماج عاد طفيو عليهم. هانتوما كيفاش كيجيو، كتبقى فيهم ديك لاصوص من التحت، حاولوا تخليو ديك لاصوص تكون باقه باش ما يجيكمش هكا ناشفين. تاكلوهم بالصحه والراحه. كيف العاده ما تنساوش تابوناو معايا في القناه، الى عجبتكم هاد لا فيديو بارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم باش هكا تعمل الفائده وكلشي يستافد. وخليوا لي شي لايك وكومونتير، وصل الفيديو الجاي ان شاء الله. بالسلامه عليكم.